بني مش قادر يا خالتي، العيني يا خالتي بموت يا خالتي. يا بني. ماما. نعم يا أمنية. هو أنا ينفع أسألك سؤال؟ اسألي حبيبتي. هو ليه خالته يا ماما بتزهقنا في المحل؟ هقول لك أنا يا أمنية، دلوقتي المحل ده بابا الله يرحمه كان كاتبه باسمنا احنا الاثنين، تمام، وهي دلوقتي عايزه تشتري نصيبي في المحل، يبقى المحل كله ليها هي لوحدها، وانا مش هقدر ابيعه لها بصراحه، دي حاجه من ريحه ابويا. طب يا ماما بيعه لها وخلاص يا ماما، بدل ما تقعد تزعق لنا. لا يا امنيه، ده انا جامد قوي. لا لا يا امنيه، ليه يكون عندي محلي واروح اشتغل عند الناس والناس تهزقني؟ يا امنيه ما ينفعش طبعا. طب ما هيها ام اختك برده بتزعقك. عادي يا أمنية، خليها تزعق، دي أختي ما اقدرش أتكلم معاها، وبعدين ناخدوها على قد عقلها. بس بتاعي برضو يا ماما بتضايقني قوي بصراحة. معلش يا أمنية ما تزعليش يا حبيبتي، معلش. يلا بينا. يا ماما. ايه يا مكة؟ انت برضو هتضايقي خالته النهاردة زي كل يوم؟ بصي يا بنتي يا مكة، أنا هفضل أضايقها وهفضل وراها لحد ما تيجي تتنزلي عن نص المحل بتاعها وتقول لي اشتريه مني والنبي وبالتمن كمان يا بنت اللي انا نفسي فيه وعايزاه. ماشي يا ماما، بس انا عايزه اقول لك على حاجه. قول يا بنت. انت عارفه لما باجي اضايق امنيه ما بترضاش ترد عليا فبتغاظ اكتر منها. ايوه يا بنت يا مك، عارفه يا بنت ده اللي بيولعني من جوايا، مهما اتكلم يا بنت بتعمل نفسك انها مش شايفاني ولا سامعاني. بس انا هفضل اضايقها اضايقها، وانا بقى اضايق خالتك وانت ضايق امنيه، وما تسيبهاش وافضلي وراها. طب ما انا كل يوم بضايقها. ايوه يا بنت استمري على كده، انا ماشي. لازم بقى اخليها تولع هي كمان زي ما انا مولعه. ماشي يا ماما. يلا يا بنت. شايفه البت امنيه بتعمل ايه يا ماما؟ ده حريه على الفاضي يا ماما. قومي يا اختي هري زيها، قومي وريني هتهري ازاي. طب ما المحل بتاعنا زي الفل اهو، مفيش حاجه متلخبطه. ماشي أم أمنية. نعم يا آية، لسه ما فكرتيش؟ بصي يا آية، أنا مش هبيع لك. إحنا مش هنخلص ولا إيه؟ أنا قلت لك أهو أنا مش هبيع المحل، وبعدين لو عايزة أي حاجة مني أنا تحت أمرك وأديكي اللي أنت عايزاه، عايزة فلوس، عايزة أي حاجة خدي اللي أنت عايزاه. لكن المحل أنا مش هبيع محل، حاجة من ريحة أبويا مش هبيعها. بس أنا هاخد المحل وهتبيع المحل. يا خالتي بيع المحل واشتري دماغك، امي دي دماغها ناشفه ومش هتسكت غير لما تشتري المحل. بصي يا مكه يا حبيبتي، ممكن ما تتدخليش في كلام الكبار، انا قايله الامنيه كده وفاهمها كل حاجه، ما تتدخلش ما بيني وما بين اختي. لا والله، امنيه دي اعصابها هاديه، مش عارفه جايبه الاعصاب الهاديه دي منين، اعصابها تلاجه. يعني يا بنت جايباها منين؟ متي مش شايفه امها؟ احنا قاعدين نهرو وهي قاعده ما شاء الله ولا على بالها. بصي يا ايه، عايزه اقول لك على حاجه، دلوقتي انا لو جرالي اي حاجه مش امنيه دي زي بنتك؟ وهتقفي جنبها وهتقفي جنبي، صح ولا مش صح؟ وبعدين كملي بس عشان عايزه اسمع الاسطوانه للاخر. ها. طب انا عايزه اقول لك على حاجه يا ايه. قول. دلوقتي لو انا محتاجه منك فلوس عشان خاطر امنيه في مشكله، هتقفي جنبي ولا لا؟ بصي هقول لك على حاجه، بيعي لي المحل ولو حصل لك اي مشكله انا رقبتي سداده يا ستي. خلاص مبسوطه؟ مفيش اكتر من كده بيتهيألي، انا عملت معاكي الواجب وزياده. يا ايه احنا اخواتي. ايه وانا بحبك. خلاص انا زهقت من الاسطوانه دي، اخوات اخوات، ما انا عارفه ان احنا اخوات، عارفه والله. خلاص بقى زهقت انا، كفايه كده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا اهلا، ازيك يا ابو مسمار؟ عامل ايه يا ماما؟ الحمد لله يا اخويا، عامل ايه؟ ايه مفيش جديد ولا ايه؟ لا مفيش جديد، من الشفا دماغها عليا. لا والله. والله بصراحه. ايه كنت اولى من المحل. ما انا عارفه، هو انا هسيبها؟ يا شباب شكرا بابا. انا مش هسيبها، ده انا اقعد ازهقها في حياتها لحد ما تيجي تقول لي ابوس ايدك اشتري من المحل. زهقية وانت يا بت يا مكه. نعم يا محمود. يا بت اقف يا بت، كلمي يا عمك محمود وانت واقفه يا بت. حاضر. جيبي اعمل شعرها البت الصغيره دي. حاضر يا عم. خلي بنتك تشبك وانت شباطي، اسمعي مني. اسمع مني بس، ده انا ناويه اجيبهم هما الاثنين من شعرهم كده جرجرهم في الارض. عاوز اقول لك على حاجه، بقولها عشان برضه قدام ربنا. ايه؟ اوعى يغرك الطيبه اللي فيها. طيبه يتمسكنوا لحد ما يتمكنوا، اسمعي. وانا الكلام ده بيجي معايا سكه برضو.
انا فاهمها كويس، انا عجنها وخبزاها. ما تبقيش عبيطه، ما تقلقش بس سيبني انا كده يومين بالظبط والله العظيم اجيبها من شعرها كده في الارض لو مرت تبيع لي المحل. لا وانت بنت مكه؟ نعم. من شعرها عشان تخلصي الموضوع الاسود مش عاوز يخلص. ده انا زهقت يا عم. انت اولى بالمحل يا ست. يا عم اولى بالمحل وبتاخد مني الزباين واكل المحل لوحدها. اه والله اولى بالمحل والله. ايوه عاوزين تقول اي حاجة؟ لا شكرا اخويا شكرا. ايه ده بيبسي ولا ايه الصغيرة دي؟ اه بيبسي حبيبي. لا والله. اه والله. سبحان الله. ايوه. ودي دوب ايه دي؟ دي؟ اشكال بيعملها. اه برتقان ايوه. ماشي الله يصلح حالكم. فالله يصلح حالكم والله. ربنا يخليك. انتوا برضه اخوات مالكمش غير بعض برضه. الله يصلح حالكم. السلام عليكم. مع السلامة يا ابو عثمان. مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايزة ايه يا زوزو؟ عايزة شي حاجة حلوة. خدي حبيبتي. خدي هنا اللي انت عايزاه كله. عايزة ايه بقى يا حبيبتي؟ سمشي بالشطة والليمون. ماشي. واجيب لك ايه تاني تاكلي هوهوز؟ اه. ماشي. واجيب لك بسكوت لوكس؟ في ايه؟ الله! ايه يا غزل؟ بص يا بابا! بطيخة عوامة يا بابا الله! وجد البحر! انا مش عايزة حاجة حلوة يا بابا! مش عايزة حاجة حلوة؟ اه يا بابا! مش عايزة حاجة حلوة! ماشي! عايزة ايه يا جميلة؟ هو ايه الخط ده؟ الخط ده انا واختي المحل ده قسمله بالنص، فهي عايزة تبقى لوحدها وهي عايزاني لوحدي. انتوا اخوات؟ اه احنا اخوات. ينفع كده برضه؟ يعني الاخت مش بتتعور. والله ما تقوليش الكلام ده ليه، قولها هي. انتوا كده هتضحكوا الناس عليكم. ما ينفعش كده، انتوا اكبر من كده كمان. حضرتك انت مش فاهم حاجة، هي بتسرق مني الزباين بتاعتي. وما ينفعش كده، حضرتك كنت بتشتري حاجة حلوة، سبت الحاجات الحلوة وعايز تشتري عوامات وجردة، لو ينفع كده برضه ما هو واقف حل ليا. دي اختك برضه عادي. ماشي حضرتك هتشتري يعني؟ خلصت يعني؟ مش هتشتري من عندها؟ اتفضل اشتري بقى. ماشي تعالي يا غزل. اسمك ايه؟ انا اسمي غزل. غزل الله اسمك جميل قوي يا غزل. انا عايزه بطيخه عوامل. عايزه بطيخه؟ ماشي. وعايزين جردل البحر ده. حاضر. عينيا لونها بينك اللي هو البينك ده. هي. عايزة حاجة تانية يا زوزو؟ لا شكرا يا بابا. مين حبيب بابا؟ أنا. مين روح بابا؟ أنا. مين عقل بابا؟ أنا. عشان تعرفي بس إن أنا بحبك. شكرا يا بابا، أنت أحلى بابا في الدنيا. ربنا يخليكي ليا. ربنا يخليها لك يا رب. ربنا يخليك. كم كده؟ العوامة 200 وجرد البحر 50. ماشي اتفضلي. أنا بحبك قوي يا بابا. وأنا كمان بحبك يا حبيبتي. يلا بينا بقى عشان نروح البحر. أه. يلا بينا. عشان تكوني فاهمة حاجة، أنا مش هسيبك تاخدي مني الزباين، مش هسيبك، وهخليك تبيعي المحل يعني تبيعي لي المحل، فاهمة ولا مش فاهمة؟ في إيه؟ ده رزق إيه؟ ده رزق ماليش دعوة، كانوا داخلين يشتروا حاجة حلوة في أمانة الله. طب أنا عايزة أقول لك على حاجة يا إيه. آه قولي. شفتي عايزين أبيع المحل؟ أنا مش عايزة أبيعه عشان ما أروحش أشتغل عند ناس بره وناس تهزني وتبهدلني، أنت يرضيكي كده أختك تتبهدل بره؟ يعني هو يا أختي كل الناس اللي شغاله عند الناس اللي بره بيتبهدلوا وبيشتموهم ويهزقوهم. طب ما انا عندي محل، ليه انا هزق نفسي بره يا ايه؟ ماليش دعوه، قلت لك هتبيعي لي هتبيعي لي، ولو وقفت حاجه معاكي يا ستي وجيتي وقلت لي مش هقول لك لا. بصي يا ايه، المحل ده انا بسترزق منه انا وبنتي، وبعد اذنك انا مش هبيع المحل. خلصت الكلام؟ خلصت الكلام يا ايه. خلاص. دوري على حاجه حبيبتي؟ ايوه يا طنط، انا عايزه شيبسي اللي بيكسب. اه حاضر، من عينيا الاثنين. ناوليها يا بت يا مكه كيس؟ لا يا ماما ناوليها انت. اه كسلك، ده اللي جايبنا لورا والله. خدي حبيبتي. اتفضلي. كيس بخمسة جنيه. انا هفتحه واشوف هكسب ايه. افتحي، امال ايه حقك؟ الله، وريني كده. بص يا طنط. اه ايه ده؟ حلوه قوي. حلوه جميله قوي. ماشي يا طنط. شكرا. شكرا يا حبيبتي، اتفضلي. خمسة جنيه يا بت يا مكة. ناس ليها خمسات وناس ليها خمسميات وميتينيات وتلتميات. اه
عماله تدكيني الفلوس تدكيني تدكيني على قلبك لحد ما خلاص مش هتعرفي تاخدي نفسك. بقول لك ايه يا بت يا مك؟ نعم يا ماما. انا عندي كده مشوار لحد البلد رايحه اجيب بضاعه. روحي يا ماما. بقول لك ايه بقى؟ نعم. اي حد هنا يتكلم معاكي نص كلمه مفهوم ولا مش مفهوم؟ ما حدش يقدر يتكلم معايا نص كلمة بس يا ماما. هقولك حاجة بقى، ويقولولك بقى اخوات وموضوع الاخوة ومش الاخوة، الكلام ده اركنيه على جنب خالص، يا رب تكون الرسالة وصلت. بس يا آية، يا آية، مكة دي زي الأمنية عندي بالظبط، يعني مكة دي في عيني. في عينك بنت يا مك؟ نعم. الخط ده يا بنت ولا تعدي ولا تتكلمي معاهم خالص. حاضر يا ماما. مفهوم؟ مفهوم. اوعى عدين. يا بني يا بني مش قادر يا خالتي، العين يا خالتي بموت يا خالتي. يا بني العين يا خالتي بموت وجعاني، بموت يا خالتي مش قادر. الحمد لله العمليه نجحت. هي نايمه كده ليه طيب؟ ما هي اخده بنج كلي، لازم تنام باذن الله ساعه ولا حاجه كده وهتبدا تفوق واحده واحده. يا رب يا رب سلم يا رب باذن الله. كلها ثلاث ساعات ولا حاجه بتقدر تاخدها وتروحها ان شاء الله. ايه ده ايه ده يا بنت سوكا، انت اللي دخلك هنا المحل وفين بنت مكه؟ اهدي اهدي بس بس، انا اختك نادت عليا، دخلت لقيت بنتك مرميه في الارض وعماله يا لهوي يا بطني وعماله تصوت على اخرها. انا قلت لاختك ايه في ايه في ام امنيه؟ قالت لي مفيش حاجه. انا وراحت واخداها وراحت ماشيه هي ومين بقى؟ هي وامنيه وبنتك. يا بطني يا بطني اكيد اتلم عليها بربطه المعلم وضربوها. اهدي بس. وفي ناس جت قالت لي ان ام امنيه خدت مكه وودتها عند دكتور احمد في الميدان. دكتور؟ يعني بتفقع حاجه؟ والله العظيم ما هسيبهم، لا امسكوا جماعه اجرجرهم من شعرهم واوريهم، بس اطمن على بنتي. وانت خلي بالك من المحل ما تفتحيش حاجه تاني، فاهمه؟ بنتي بنتي اللي حصل لك المكه مالها المكه؟ عملتي ايه بنتي؟ انا مش هسيبك والله ما هسيبك والله. عملت ايه بنتي؟ بنتي مالها؟ قول لي بنتي مالها؟ هي دي مش بنتك؟ لا هي بنتي. دي بنتي انا، بنتي انا اللي حصل لها. احكي واحده واحده لو سمحت عشان افهم الموضوع، دي بنتك ولا بنتها؟ هي بنت اختي. بنت بس زي بنتي بالظبط. احكي لي ايه اللي عملت فيها ايه؟ احكي لي يا دكتور ايه اللي حصل. استاذه اهدي بس، بنتك كان عندها الزايده والحمد لله الحمد لله لحقناها في اخر خمس دقايق. يعني انت المفروض تدعي لاختك، يعني لو بنتك كانت اتاخرت خمس دقايق كانت الزايده فرقعت فيها، ولا قدر الله كان ممكن يحصل لها حاجه. حبيبتي يا بنتي واختك، اختك دلوقتي انا والله العظيم بحسبها بنتها. انت ما تشوفيش كانت ملهوفه عليها ازاي، والله العظيم ملهوفه وبكاء عليها والله. ربنا يخليك. واختك على فكره دفعت فلوس العمليه وعملت الواجب وبالزياده كمان، والحمد لله اللي دلوقتي بنتك بخير وباذن الله قدامها ساعه بس اخده بنج كل وهتفوق. ربنا يخليك. يعني هتبقى كويسه؟ تبقى كويسه واحسن من الاول كمان. كويس ان شاء الله تبقى كويسه. ربنا يخليكي، جميلك ده فوق راسي طول العمر والله عمري ما هنسهولك. لا يا ايه انتي حبيبتي. يا ايه في ايه بس كل ده؟ ربنا يخليكي ربنا يخليكي ليا يا ربنا يخليكي. يا اختي حبيبتي يا ايه انا اسفه والله ما تزعليش. انا مش زعلانه منك يا استاذ، انا عايز اقول لك على حاجه. نعم. اللي عنده اخت زي دي عنده كنز، خلي بالك. ونعم الاخوات والله ونعم السند. انت عارفه ان الاخت دي ظهرك والله العظيم ظهرك، لازم تحافظي عليها زي ما حافظت على بنتك كده.
ربنا يخليكوا لبعض. ربنا يخليك يا ايه، مفيش حاجه. ربنا يخليك يا اختي، ما تحرمش منك. ربنا يخليك ليا يا حبيبتي. وانا اسفه والله على كل اللي كنت بعمله فيك. انا مش زعلانه منك خالص، انا مش زعلانه منك من اي حاجه عملتيها معايا. انت اختي حبيبتي وهشيلك فوق دماغي طول العمر. على فكره يا خالتي ماما بتحبك قوي والله. ربنا يخليك، ربنا يخليك يا اختي، وحقك عليا والله. لا 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 يا حبيبتي، لا يا حبيبتي، لا يا حبيبتي، لا لا لا. ربنا يخليك ان انت جميلك ده فوق راسي، عمري ما انساهولك. انت انقذتي حياه بنتي، انقذتي حياه بنتي باذن الله. بعد ثلاث ساعات تبدأوا بقى تاكلوها وجبات خفيفه، يعني مثلا جيلي، زبادي مسلوق يعني، ايوه كاستر. حاضر تمام ماشي. وباذن الله اشوفها الاسبوع الجاي علشان افك لها الخياطه. ربنا يخليك يا دكتور، بشكرك جدا يا دكتور والله. ربنا يخليك، ترتاح وانا براحتكم. شكرا شكرا. ربنا يخليك يا حبيبتي، ربنا يخليك. مكه يا بنتي الف سلام عليك، يا مكه الف سلام عليك يا بنتي، يا ريتني بدالك. انا هو كان لازم يحصل حاجه عشان نعرف غلاوه بعض يا اختي. انا قاعد بتقعد اتكلم معاكي، بس انت اللي كنت ماشيه مخك عليا. معلش يا اختي، حقك عليا. حصل حقك عليا والله، حقك عليا. انا زعلانه منك منك فوق راسي والله، عمري ما هنساهولك يا اختي. اختي حبيبتي ربنا يخليك. امال كانت ايه الاغنيه بالظبط؟ ربنا يخليك يا اختي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام يا حبيبة قلبي، ازيك يا أمنية يا حبيبتي؟ مكوكة حبيبة قلبي، وحشتيني يا حبيبتي. ازيك يا أختي، وحشتيني. وأنت كمان يا حبيبتي، وحشتيني قوي يا الله. وأنت كمان بت يا مك، عايزة أقول لك كلمتين. اتفضلي. أمنية دي من هنا ورايح أختك يا بت، وأكتر. حاضر. تشوفيها يا بت، تحضنيها، وأي حاجة تبقوا في ظهر بعض. حاضر. ودي خالتك سلمى، زي امك واحسن من امك، والله احسن من امك يا بت ب 100 راجل. لولاها يا بت انا ما كنتش انت حلك معايا دلوقتي. ده جميلك ده عمري ما هنساهولك يا سلمى ابدا، هشيله طول عمري كده فوق راسي. دي بنتي مكه دي حبيبتي والله. وانت يا ايه اختي حبيبتي، هشيلك طول العمر فوق دماغي. ربنا يخليكي ليا، خليكي ليا يا حبيبتي، خليكي ليا يا اختي يا رب. ربنا يخليكي ليا. انت عارفه لولا عم محمود الله يسامحه كان بيجي بقى يقعد يشحن فيا، وكانه خايف على مصلحتي، ويقول لي خد الدكان وبيع الدكان. الله يسامحه والله، الله يسهله. خلاص بقى الله يسهله، ما نتكلموش على حد وما لناش دعوه بحد. ويقعد بقى يجيب ابنه مسمار يقعد ياخد له حاجه حلوه، وهو اصلا مش عايز يدفع، فهو بيدخل يرمي كلمتين عشان ما يدفعش ثمن الحاجه. خلاص. ده اللي انا فهمته متاخر والله يا اختي. لا لا عادي يا ايه، مفيش اي مشكله. وانا انت اختي حبيبتي، وانا عايزه اقول لك على حاجه بقى. قولي يا حبيبتي. من هنا ورايح الحاجات اللي ما بيننا دي كلها لازم تتشال. بجد؟ ايوه طبعا، ما هي ايد لوحدها ما تسقفش يا اختي. صح ولا مش صح؟ ايد لوحدها ما تسقفش، ترب جناح مكسور ما يتش، جمد قلبك قول ما تخش، تقدر على العالم بما فيه. ربنا يخليكوا ليا. يلا يلا يلا، ما تقولناش الحاجات دي. يلا 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 شيلوا، برافو. من هنا ورايح اخوات وسند لبعض. على مهلكوا على مهلكوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ابو مسمار. ايه ده؟ امال فين الخط اللي كان بينكم؟ ما الخطش الناس، انت ما تعرفش. صلحته ولا ايه؟ ايوه، ما هو الشيطان اللي كان واقف ما بيننا الحمد لله خرج من حياتنا. بتعلي صوتك ليه بالراحة؟ بفهمك عشان تفهم، لو مش سامع تسمع. انا على فكرة كنت خايف على مصلحتك، بس يعني كنت جاي والله خايف عليك انت وبنتك. والله انا عارفه ده مين هتحاسب عليه قدام ربنا. ايوه ايوه، خاف بقى من ربنا اللي انت هتتحاسب قدامه ده. مصلحتي ومصلحه بنتي انا فاهماها كويس وعارفاها. ايدك ما تتمدش على حاجه، كله هنا بالحساب. واحسن لك بقى انت وابنك، مش عايزاكوا تخطوا عتبه المحل ده تاني، فاهم ولا مش فاهم؟ ست انا سمحت اللي انتوا اتصالحتوا. الحمد لله. جايه ابارك لكم ولا اتبسط؟ بارك ولا مسمار يا بابا. عيطت النهارده؟ لو عيطت عيطت يا بابا. عليكم ازيك بتعملوا في بعض كده؟ ايوه والله صح، عندك حق. مالكمش غير بعض يا بنتي، افهمي بقى، انت واختك مالكمش غير بعض. بجد والله سند لبعض. سلمى
والله ويمين هتحاسب عليه قدام ربنا. انا بحب اجي اقول اللي ليا واللي عليا واخلص كل حاجه. سلمى ايوه العبوا مع بعض. ده غير الاسطوانه يا سلمى. فين عبد المحمود اللي كان بيسخن فين؟ اه مفيش حاجه مني. مع الف سلام. الله يصلح حالك. مع الف سلام. ما تعيطش خلاص. ما خلاص بقى اتفضل. يلا مصطفى جمعه. ايه الراجل ده جاي عايز ياخد حاجات حلوه؟ اه بقول لك ايه يا سلمى، ايه هتغدي معايا النهارده؟ عامل حسابك في السماء؟ يا ريت. طيب وهعمل بقى شويه رز احمر كده مفلفل كده يستاهلوا بقي. ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي. خلاص بس الاكل في المحل هنا. طيب هروح اطبخ الاكل بقى واخلص واجي لك على طول. خلاص مش على راحتك خالص. ماشي يا حبيبتي مش هتاخر، بس خلي بالك بقى من حاجه وما تقطعيش. مكه دي قلبي. ماشي يا حبيبتي. ربنا يخليكي ليا يا سلمى. انت حبيبتي يا مكه. العبوا يا حبايبي العبوا. لا انا. طب ايه رايك نلعب ارابيلا؟ طب ماشي. ارابيلا مستر سلا ايوه شلبات. ارابيلا مستر سلا ايوه شلبات.